كبيرة النهاردة، وهنتكلم عن طبعا النادي الأهلي في البداية، وكنا بنتابع يانج أفريكانز والنادي الأهلي والهدف النظيف الجميل جدا من حسين الشحات، وعندنا بعد كده كاس مصر، وعندنا تفاصيل كتيرة جدا، وأكيد هنتطرق كمان للمنتخب. حديثنا هيكون مطول، بس خلينا في البداية نرحب بضيفنا العزيز جدا الأستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي. صباح الهنا ولا بونجور؟ أو بونجور الهنا، يبقى عملنا بونجور الهنا. والله جديده دي يا فندم، فكره روعه. والله كريم قوي. بونجور الهنا، بونجور الهنا، منور الدنيا. بونجور الهنا عليكم انتوا الاثنين. صباح الفل عليك. صباح الفل. تعالى نبتدي كلامنا ودردشتنا برؤيتك للماتش الاخير للنادي الاهلي يانج افريكانز، والفوز وهدف حسين الشحات وصداره المجموعه. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اقول لك ان الهدف جه في 14 ثانيه، هدف جه في 14 ثانية، تمريرة من حسين الشحات لمعلول، اسيست ولا أروع من معلول، يجي الهدف. الهدف أكيد لك إن حصل كلام بين الشوطين، لأن إحنا شفنا الأهلي بشكل، وشفنا الشوط الأولاني بشكل، والشوط الثاني بشكل تاني. صحيح. في أكثر رغبة في يعني في تصحيح اللي حصل في الشوط الأولاني، اللاعبين نفسهم كانوا تحرروا من مش عارف من إيه بالظبط، كانوا حاسين بإيه اللي خلاهم ما يقدوش مباراة في الشوط الأولاني بشكل اللي إحنا كلنا منتظرينه يعني. طب. لكن الشوط الثاني بصراحة يعني إيه، إدى اطمئنان لجمهور النادي الأهلي إن الأهلي ماشي بشكل كويس. أنتوا خلي بالكم الأهلي لو بصينا بعد الستين يوم بتاع كأس الأمم، الأهلي مشي بوتيرة متصاعدة. تعادل مع شباب بولوزداد، ثم بعد كده الفوز على ميدياما و5-0 على بلدية المحلة، وأخيرا الفوز على يانج أفريكانز. ده يدينا مؤشر حلو جدا. إيه هو؟ إن الأهلي مشي بمنحنى متصاعد من يعني من تحت لغاية فوق، وصلنا للقمة في الشوط الثاني قدام يانج أفريكانز، وده يدي اطمئنان كبير لجمهور النادي الأهلي إن المباراة اللي جاية أمام الزمالك طبعا اللي هي ملهاش حسابات، لكن بيطمئن جمهور النادي الأهلي إن لعيبته أصبحوا كلهم جاهزين لتقديم مستويات جيدة. جمهور الأهلي يعني خلينا نتكلم عليه، إن أنا بحس إن الآن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال رؤيتي للناس وكلامي مع الناس، إن الجمهور مطمئن إن عناصر الأهلي كلها الآن بخير، من أول حارس المرمى لغاية مودست أو وسام أبو علي. الكل وحسنا فعل كولر إن هو عمل تدوير في حالة الإصابات اللي كانت موجودة، أو في 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 ظل وجود إصابات في النادي الأهلي، عمل تدوير لغاية ما كل الفرقة دخلت وأصبحت كلها جاهزة للمباراة المهمة اللي جاية دي، اللي هي تمثل حاجات كتيرة جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، بالنسبة لكولر، بالنسبة لحاجات كتيرة. إنك أنت أو أنت حضرتك المباراة هتتلعب بره مصر لأول مرة من سنة من أكتر من 102 سنة. مباراة مهمة جدا طبعا، مش هروح لها دلوقتي، لكن أهم حاجة إن الأهلي اطمأن. الأهلي صعد كأول مجموعة يعني، وفاز على ما أعتقد بأربع مرات قبل كده، لما فاز لما كان في أول مجموعة، ومرتين مش بصراحة بالأرقام بتدوه مني، فده يأكد إن الأهلي ماشي بوتيرة كويسة جدا، والأهلي بيقدم مستويات رائعة، وده يطمئن جمهوره، ويطمئن إن الفرقة جاية. يعني المستوى اللي هم فيه ده مستوى رائع، لكن الجمهور الأهلي بيأمل في الأروع والأفضل والأفضل. طيب ده كلام جميل. كده كده مباراة يانج أفريكانز والأهلي، احنا مستعد طبعا للأهلي بالأحمر ده. ده أكيد. طب ما الحلبس إيه طيب؟ أخضر؟ لا أحمر. مباراة كانت مش قلقانين منها، يعني كده كده تحصيل حاصل، وكده كده انت كنت مطمن ان انت ان شاء الله على ارضك برضو هتفوز. بس المهم بقى كاس مصر، انت قلت دلوقتي حاجه انا مش فاهماها، ليه بتقول ما نقدرش نقراها من دلوقتي، او ما نقدرش لا نتوقع؟ أنا مش لا انا ما قلتش نتطرق ليها دلوقتي، لان احنا كنا بنتكلم عليها في الكاس. لكن لا جايين لها كده جايين لها في الكلام كله. عايزين فعلا نبدا فيها دلوقتي. تفاصيل كتيره جدا جدا جدا، لان كنت بتلعب منافس برضو نفس الحكايه، صاعد برضو يعني صاعد مستوى، بتدرج من التعادل للفوز خارج الملعب، ثم الفوز داخل الملعب، وعنده جمل بتتعمل دلوقتي، عنده جوميز مدرب اكيد بيدور على اسمه في القاره الافريقيه وفي مصر، فاكيد حاجات كتيره جدا، عناصر تفاصيل صغيره هتحسم المباراه زي دي، اللي هي زي ديت. احنا دايما بنقول الاهلي والزمالك، نيجي نتكلم ما فيش اي قواعد، الاهلي في القمه ممكن يخسر، الزمالك في القمه ممكن يخسر، لان دي تفاصيل صغيره بتنهي المباريات دي. في نفس التوقيت العوامل النفسيه برضو لها عامل، كولر عامل مع الاهلي شغل عالي مع الزمالك، ثلاث مرات فوز، مرتين في الدوري، كمان اللي استجد مؤخرا على نادي الزمالك بعد طول فتره عدم استقرار. طبعا طبعا، بس انا اهم حاجه جزئيه ان انا الاطمئنان الكامل ما بحبوش في جمهور الاهلي. يعني انا دايما
متعود من جمهور الاهلي الان القلق الصحي، بمعنى الثقه الزياده دي انا ما بحبهاش. الثقه الزياده او الثقه المفرطه، بلاش الزياده، الثقه المفرطه بتخلي اللعيبه اكيد بنعكس عليها هذا الكلام. انا بتمنى من جمهور النادي الاهلي دايما يبقى عنده حاله القلق الايجابيه اللي بيصدرها للاعبين اللي بيخليهم يؤدوا في المباريات بشكل مختلف. الاهلي دايما لما بيشوف جمهوره عنده قلق صحي بيؤدي بشكل مختلف تماما. انا مش عايز جمهور الاهلي يطمئن اللاعبين ان المباراه سهله، المباراه مش سهله على الاطلاق، مباراه منافس قوي جدا، منافسك المباشر في الكره المصريه منذ ان تم اختراع الكره في مصر، منافسك المباشر على البطوله نفسها. اخر مره كسبان الاهلي وخد البطوله منه وخد اللقب منه، وعملوا صفقات برضه وبيجهزوا نفسهم. اي نعم فيها في نص الملعب كلها، لكن في النهايه جوميز بيركز. خلي بالكم قوة الزمالك الآن في نص الملعب. دي حقيقة. يعني دونجا شايفين منه نسخة مختلفة تماما مع الزمالك، هو اللي صنع الهدف، في جمل بنشوفها الأجنحة بتكمل. يعني هي خطة 4-2-3-1، لكن بتحول 4-3-3، ودي الخطة اللي بيلعب بها كولر. بس كولر بيظبط 4-3-3 يعني زي ما بيقول الكتاب، إنه عند العناصر اللي مخليه يعمل ده. خلي بالكم المباراة اللي جاية دي فيها أفكار تدريبية الناس هتستمتع بيها، فكر برتغالي وفكر سويسري، فكر سويسري مستمر في مصر يعني بقى فتره كبيره جدا. مباراه موازيه، مباراه يعني بين عناصر، سواء جبهات من جبهات او في نص الملعب. مباراه هتتفرجوا عليها ان شاء الله، مباراه هتكون يعني الاجواء بتاعتها هتساعد ان هتقدم مباراه كويسه جدا تليق بالكره المصريه. اهم حاجه بقى في القصه دي كلها ان نخرج بالمباراه، الفائز مبروك والخاسر هارد لك. اهم جزئيه ان نبان شكلنا كويس قدام العالم كله. لا ده هيبان كده كده، اهم حاجه يعني. اكيد والبوادر اللي كانت هنا تدل على ذلك وطمنك جدا، يعني كان في كذا انا مطمئن. الوضع اختلف، الوضع اختلف تماما. وفي حاجه مهمه كمان، ان ما بقاش بقى حته العصبيه لازم نكسب بالعافيه. لا، انت تكسب كوره، هتكسب كوره وهتلعب كوره هتفوز باللقب. انما حكايه العصبيه وسط جمهور بره مصر وجمهور نفسه، الحقيقه لازم يبقى متفهم برضو ان ده لقاء استثنائي في مكان استثنائي، في ظروف واجواء استثنائيه. استاذ كريم، الاجواء الاخيره اللي حصلت ما بين الناديين بتؤدي الى اجواء منتظره متوقعه جميله، ومباراه هتكون في ارض الملعب على اروع ما يكون. كل فريق بيحاول يثبت جدارته، جوميز حاول يثبت جدارته مع الزمالك، كولر نفس الحكايه، راجل اثبت جدارته بثقه كبيره جدا وبشكل ممتاز، ولاعيبه الاهلي في اعلى فورمه ولاعيبه الزمالك جايين، فده يتوقع تكون مباراه ممتازه وفي صالح الكره المصريه. حسام حسن الفني يقدر يختار بقى القماشه اللي عنده زي ما اختار السبع العناصر الاجانب، فاكيد هتبقى عنده قماشه كويسه جدا يختار منها، وده يبقى في صالح الكره المصريه. نفسنا نبطل حكايه العصبيه اللي مودينا لورا شويه، نفسنا نبطل حكايه اللي دي مش هتبطل. اقول لك ليه؟ لا، ده من زمان. انا اقول لك اقول احكي لك قصه سريعه. احكي لي قصه سريعه. البواب بتاع العماره اللي قدامنا، انا قلت القصه دي من سنتين. البواب بتاع العماره اللي قدامنا، والله زملكاوي جدا يعني، كان ولا طالعه ونازله يقعد بقى فاهم يجي لي ويوريني ويا استاذه كويس تمام. الراجل ده مات. والله العظيم قلت الكلام ده وقت ما توفى، عشان انا ما بهزرش، هو جاله سكته قلبيه. وعلى فكره الكلام ده احنا سمعناه امثله كتيره جدا، عشان كان في ماتش وهو من الكوره هو كان رهيب يعني، انت متخيل؟ لا لا لا، الموضوع النموذج ده من المشجعين موجود من قديم الازل، موجود عمرك ما هتقدر. عجيب قوي الحكايه. بره مصر في ناس بتموت، فانك تطالب ان الناس ما يبقاش عندها عصبيه، صعب. ده تكوين البشر. ايوه يعني. ما هو في النهايه في نماذج زي ما حضرتك بتقولي، نماذج بتموت. طب انا اموت ليه؟ عشان ماتش كوره. صح صح، ليه؟ ده نقطه ثانيه. ختام حياتي ختام حياتي عشان ماتش كوره في النهايه، واخرب بيت، وممكن يكون عندي عيال صغيرين، عندي حاجه. ان في النهايه اسمها كوره ورياضه، رياضه للترويض عن النفس وللترويح عن النفس، مش لهم النفس. طبعا هي لغايه ليميت معين بتبقى مقبوله بل ولطيفه كمان، فكره المناوشات التاريخيه بين ده في موضوع اكبر من كده. ده في ناس بتتجوزوا بعض لو مش بينتموا لنفس النادي. انا مش ما ممكن يخبوا ويكتشفوا والله العظيم قال لك انا ما اتجوزش زملكاوي وما اتجوزش اهلاويه وحاجات زي كده. طب ويكتشفوا ده ازاي؟ يبقى جهاز كشف الكذب. لا ده بيتعرف. لا، جهاز كشف الكذب عشان دخلوا موضوع واسع قوي يعني. على ذكر كابتن حسام حسن وقراراته، تعالى نروح للمنتخب ونستهل كلامنا على المنتخب بقرارات حسام حسن الاخيره مبدئيا، واستبعاد النني وهيتعامل مع مين ومين لا وحاجات زي كده، لان التفصيله دي عملت شيء من البلبله عند الجمهور. ولا بلبله ولا حاجه، انا مش شايف فيها بلبله خالص، لان العنصرين اللي استبعدهم
من المحترفين هم اقل اداء في المنتخب. هتلاحظ كوكا ما لعبش، كوكا بيلعب دايما بينضم للمنتخبات من اجل خلاص هو بيبدع في الدورات اللي بيأدي فيها، بيجيب اجوان بهدف وبيصنع تاريخ لنفسه، لكن عندما ياتي للمنتخب مع الاسف ما بيكونوش اي كرامات، فبالتالي استبعاده شيء منطقي. ان حضراتكم شايفين يعني لم يظهر مع المنتخب بشكل جيد في بطوله الامم الاخيره، وما بيلعبش كتير في ارسنال، يعني يا دوب بياخد هو مش النني بس الحقيقه من المحترفين كذا حد تاني لا كمان. ما هو لا، ولو جيتي بصيتي ببقيه المحترفين المختارين كلهم بيقدموا بشكل كويس، يعني حجازي مثلا قدم بشكل كويس، محمد صلاح حضرتك بتتكلم على الكويسين ولا بتتكلم على انا بالزبط. بتكلم على اللي ما قداش بالشكل المطلوب منه بمنتهى الصراحه. لا حجازي عامل يعني صانع فارق مع الاتحاد وجايب هدفين في دوري ابطال اسيا، وعامل شغل جامد جدا واساسي مع الفريق. مرموش حدث ولا حرج على خطى صلاح، ماشي بشكل ممتاز. محمد صلاح لولا الاصابه بتاعته لعب 45 دقيقه، عمل فارق في الفرقه بتاعته وكسر فرقته. انا مالي بالفرقه بتاعته، انا بتكلم هنا مع المنتخب. لا ما هو في حاجه، انا ما بتكلمش على الانديه بتاعتهم. ماشي، ما انا بكلمك بقى في جزئيتين. الجزئيه الاولانيه ان تم استبعاد كوكا، هو متالق مع فرقته بس هو ملوش كرامات مع المنتخب خالص. يعني ما فيش مثلا جه مره جاب هدف، صنع هدف، يعني جاب هدف كان فارق كسب الفرقه، لكن ما فيش كرامات لكوكا خالص. وانني من 2017 ما شفناش النسخه، في تراجع من النسخه المحترمه من نني، خصوصا بعد الاصابات الاخيره وعدم مشاركته مع ارسنال. لكن بنتكلم دلوقتي على لعيبه بتأدي، ما هو المنتخب كله كان بعيد عن المستوى، يعني المنتخب كله كان في كأس الأمم كان كلهم بعيدين عن المستوى إلا بعض اللاعبين القليلين، ومنهم على رأسهم زي ما قلنا قبل كده إمام عاشور، برغم إنه برضه إمام عاشور كان عنده برضه بعض الهفوات الدفاعية اللي تسببت بعض الأهداف، لكن في إنه كان أفضل الوحشين كان هو ومرموش وكان تريزيجيه الثلاثة، لكن بقية أعضاء المنتخب كلهم ما كانوش في الصورة. فبالتالي لما يجي يفكر هو مش هيفكر، مش بياخد بالقديم لان المنتخب كله كان وحش، لكن هو دلوقتي الناس كلها متالقه. تريزيجيه في تقارير بتقول انه راجع الدوري الانجليزي مره ثانيه، مرموش عامل حاله غير طبيعيه مع في الدوري الالماني مع فرانكفورت، نفس الحكايه حجازي، صلاح، مين تاني؟ مصطفى محمد. مصطفى محمد طبعا، مصطفى محمد مرشح يعني برضه. الغضب الجماهيري مش جاي ان هم مش بيلعبوا كويس مع انديتهم، جاي بسبب اللعب هنا. لحقوا ده امبارح لسه اعلن بالليل الساعه 9 بالليل. هو الغضب الجماهيري فين بالظبط؟ الغضب الجماهيري في الفتره اللي فاتت، واحنا بنتكلم على اللي جاي. طيب ما احنا ما اللي جاي لسه هنبدا. الاختيارات دلوقتي اللي تمت، السبعه اللي تمت، هو اكتر واحد غضب. الحقيقه اكتر واحد منهم من اللاعبين المصريين المحترفين اللي كان دايما عرضه للنوع ده من التعليقات الجماهيريه، فكره ان هو ما احنا بنشوفك مولع الدنيا في ناديك. على صلاح، محمد صلاح تحديدا. طبعا بس ما هو اكتر واحد اتقالت الحقيقه الأبوار. الوحيد اللي نفد هو مصطفى محمد. طبعا يعني محمد عشان نتكلم بصراحه ثابت، وهو جايب 4 اهداف واخد البرونزيه بتاعته. الباقي كله بالاسماء اللي تم ذكرها، 7 اسامي بس لم يقدموا اللي كان متوقع منهم للجماهير المصريه. احنا بنتكلم بقى بالورقه والقلم. ماشي انا معاكي، لكن انا بتكلم دلوقتي الناس دي متالقه دلوقتي كلها في فرقها، يعمل ايه؟ ما ياخدهاش، وحاطط شرط اساسي هو انه مش هياخد لعيب من بره مصر محترفين الا لما يكون بيلعب او داخل مصر من المتالقين مع فرقهم، فبالتالي هو مجبر ياخدهم، واكيد هم معاه يصنع. هو اذا كان كويس. اذا كان هم فشلوا، اكمل الجمله بقى، اذا كان هم فشلوا مع مدربين سابقين، فهو من مهمه حسام حسن انه يظهر النسخه الرائعه من هؤلاء اللاعبين. ما هو المدير الفني دوره ايه؟ انا عندي لعيب مستواه مش كويس مثلا بالنسبه له مع المنتخب، هو هنا بقى الادوار اختلفت والمدير الفني اختلف. ورينا بقى يا حسام حسن النسخ المختلفه اللي انت قلت عليها في المؤتمر الصحفي، انتوا هتشوفوا نسخه مختلفه من محمد صلاح. طب. حلو قوي، واتمنى محمد صلاح جاي. بس بدايتها ايه بقى؟ بدايتها ايه؟ شكلها في مشكله. يعني احنا دلوقتي هنتكلم ايه بدايتها؟ بدايتها ان انت تم اعلان اسم محمد صلاح. بس بصراحه نادي ليفربول قال لك ايه؟ بصراحة اكمل انا بقى. قال لك ايه؟ قال لك انا بطلب من دلوقتي من الاتحاد ان انتوا لو سمحتوا انا مش عايز محمد صلاح. طب انا ليه وجهه نظر في القصه دي بسيطه جدا. ان ليفربول استعجل شويه في الارسال. طبعا. يعني لسه والنية باينة. المنتخب يوم 12، المعسكر هيبتدي يوم 12 والمحترفين على ما اعتقد هينضموا يوم 18، انت لسه قدامك فترة يعني 16 يوم، انت مسبق ليه؟ لا الإدارة اختلفت، عندك حسام حسن هو يعني يتم اللجوء إليه في كل كبيرة وصغيرة، يعني امبارح أول ما جالهم الفاكس مكلمينه. وده شيء محترم. هو صاحب الحق، وعلى فكرة اللي طلبه إنه يجي عندنا يكشف في مصر هنا. ما هو المشكلة هنا لو صلاح لعب مع ليفربول وكان مرشح بيقولوا في مشكله، انت كده بتاكد الكلام اللي اتقال قبل كده ان حضرتك مش عايز تلعب مع المنتخب.
او مش عايز تنضم الان بعد انضمام حسام حسن، بس دي انا استبعدها. لكن الطلب المبكر استبعدها بصراحه، استبعدها. الطلب المبكر ده اصل واحد مش حي... يعني طب ليه؟ تفسر ايه ليه؟ طيب طب ما هو ليه فعلا ليه الطلب المبكر قوي ده؟ ما انا ما اعرفش ليه يعني. هو جنبه من التوفيق بصراحه. هل صلاح اللي طلب ده؟ انا لسه ما عنديش المعلومه بصراحه. تعالى تعالى نفكر فيها واحنا في الفاصل ونرجع نكمل الكلام. نرجع للنقطه دي فعلا. تفيد طاقة مناعة تركيز وستي تأثيرات مختلفة على الجسم. إلد مالتي فيت صحتك هي اللي تسندك. عارف إحساس الأدرينالين وهو بيجري في عروقك لما كل الأصوات تسكت وما تسمعش غير دقات قلبك؟ الزمن بيقف علشان تسبق وتلحق. أهلا بيكم في 7 Days to Sprint. السرعة والجرأة الإثارة والمهارة. مهما كانت هوايتك كواليسها أكيد معانا. بنتابع كل رياضات العالم طول الوقت ومن أي مكان. أنا عبد الرحمن ناجي في 7 Days to Sprint. 7 Days to Sprint الخميس الساعة 6 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. محترف كلمة ما تتقالش لأي حد، دايما جاهز للصعب، بحركة واحدة بينجز، ولو هيلعب يلعب بشروطه. تتفرج عليه وتتعلم. الخبرة مفتاح وأصل الحكاية عنده، مش بالكلام، بالحرفنة. المحترف غدا الساعة 7:30 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. طيب كنا بنناقش قبل الفاصل نقطة مهمة جدا، وقلنا هنفضل في الفاصل مش هنتكلم عنها لغاية الهوى عشان الكلام يطلع من القلب. هرجع للنقطة تاني وهسأل نفس السؤال تاني. فكرينا عشان نسيت أنا. أصلا لا حول ولا قوة، ده السن بقى، ده أكيد السن. طبعا عامل السن أكيد. محمد صلاح. أيوه هو ده محمد صلاح. ليه أنا بأكد تاني على النقطة دي؟ عشان في جدل كبير جدا على السوشيال ميديا، وإمبارح الاستوديوهات التحليلية المختلفة وطلع الناس تتكلم وقامات كبيرة وطلعت قالت لك لا في حوار، لا ده في مشكلة، لا ده صلاح كده بيسبق بمشكلة، وفي على الصعيد التاني قال لك يا جماعة ما فيش حاجة أصلا، الراجل مصاب وليفربول عايز يخلي باله على اللاعب. موضوع بسيط جدا. إبراهيم حسن أنا رده عجبني لأن في تواصل أخيرا، بقينا نفهم بقينا نسمع. طلع قال لك الموضوع سابق لأوانه، لما يحين الوقت هنبقى نرد على الطلب ده. إحنا لسه مش عارفين هيردوا بإيه، بس أنت بتشوف أن من حق محمد صلاح أو ليفربول أن هو يطالب بحاجة أصلا من دلوقتي كده، ولا الموضوع في إن؟ والله أنا استبعد موضوع إن ده مع الأجانب تحديدا كلهم. في شفافية، المفروض يكون في شفافية، لأنه في النهاية يعني ده لاعب مش أي لاعب، ده لاعب مؤسسي، لاعب
فاز لا من احسن لعيبه العالم، فاكيد التعامل معاه يكون بشكل مختلف. لو ليفربول حاسس ان صلاح عنده اصابه والاصابه دي هتمنعه او تعوقه من الانضمام لمعسكر منتخب مصر، اكيد يبقى المخاطبه خطاب رسمي. لو شايف مثلا ان هو وجوده في 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 ليفربول من اجل مثلا زيادة التاهيل والاطمئنان اكتر على الاصابه، فبالتاكيد يعني من حقه. صحيح. اللي في النهايه في اصابه، لغايه دلوقتي ليفربول عنده كل الحق. الحق ده سينتزع منه في حاله واحده بس، ان صلاح يدخل يشارك قائمه المباراه، مش يشارك بس، يدخل قائمه مباراه. صح. من المباريات. اذا دخل قائمه من قائمه المباريات، هنا السؤال يصور، ليه سبقوا في الموضوع ده؟ هنا نبتدي نفكر، هل صلاح بالفعل متأفف متأزم من انضمامه للمنتخب وبيسبق ان هو مش عايز ينضم للمنتخب، ولا خايف مثلا انه بعد تأهيله بعد تمام شفائه ومشاركته في مباراه يخاف؟ لانه خلي بال حضرتك في حاجه الناس مش واخده بالها منها، ان هناك في اوروبا مش بمجرد انه يخف من الاصابه الدنيا خلاص شكرا مع السلامه، لا، هو ايه اللي خلى الناس في مصر هنا تحديدا قالوا ان صلاح مصاب بعد ما شارك في المباراه اللي فاز فيها 3-1 وجاب هدف هو وصنع الهدف الاولاني؟ قالوا ليه مصاب؟ واتنشرت القصة ان هو مصاب، لان هم هناك في اوروبا درجة العادة ان اللعيب اذا كان مصاب وعاد من اصابة طويلة بيكشفوا عليه بعد المباراة مباشرة علشان يشوفوا مستوى الاصابة، هل خلاص تمام كده مشاركتك النهاردة ما فيش مشاكل ولا في مشاكل. اكتشفوا ان لسه في بعض المشاكل اللي حصلت من مشاركته. هم بقى ليفربول اكيد، انا ما بقولش دي معلومة، اكيد هم بيخمنوا خايفين ان مجرد مشاركته مثلا وعودته للملاعب ثم انضمامه مثلا لمنتخب مصر يبقى ما فيش تعافي بالنسبه لهم، ما يكونش تم التعافي ومش مش هيقدروا يكشفوا عليه مثلا بالشكل. هم طبعا هناك هم متقدمين اكتر منك كتير جدا في الطب أكيد. فبالتالي هم عايزين اللاعب يفضل مستمر عندهم، لان هو لسه محل اصابته محل جدل. ده التفسير اللي انا شايفه بالنسبه لي منطقي. لكن لو هو لو شارك لو رفض الاتحاد المصري ورفض كابتن حسام حسن هيحصل ايه؟ يبقى هنا لو رفض اولا يعني هنا بقى في بقى بدايه علاقه سيئه ما بين، يعني هل يكبر هنا محمد صلاح؟ لا يكبر، الاجنده الدوليه تجبره انه يجي زي ما بيحصل. ناس كتير جدا بتيجي مع المنتخبات، كانت بتيجي وتيجي تكشف وتقدم تقرير طبي من الانديه وتيجي تكشف وخلاص، ما في شكرا مع السلامه. انما هتبقى ديت بدايه مش كويسه لجهاز المنتخب الجديد مع ليفربول، لان درجه العاده قبل كده كان صلاح انا مصاب شكرا مصاب خلاص مصاب، انت مصدق انك انت مصاب، عملها كتير قبل كده، كنا بنشوفه يجي ويقعد على الدكه وما يلعبش، يبقى في عنده اصابه. وصلاح انا شايف بصراحه، يعني انا من خلال يعني انا معايشه لصلاح، انا عارف صلاح على المستوى الشخصي وقعدت معاه كتير، مش العقليه اللي تهرب من المنتخب، لانه هيهرب من المنتخب ليه؟ ما هو لو كان هربان من المنتخب هو فين دلوقتي من ليفربول؟ هو بيلعب ما بيلعبش، الناس عماله يعني في غير وجوده الصغيرين طلعوا وليفربول متالق وهالاند عمال يسجل والارقام كلها متوقفه عنده، هو من مصلحته انه يلعب، مصلحته يجي منتخب مصر، مصلحته يشارك في دوره الامارات، حاجات كتيره جدا. خلي بالك برضه استاذ عبد المنعم، يعني من اول ما تم الاعلان عن تكليف كابتن حسام حسن بقياده المنتخب ناس كتير كانت متوقعه ان في صدام جاي بينه وبين محمد صلاح. من التصريحات خليني بس اقول لك بغض النظر، بس انا بكلمك ان يمكن اصابه محمد صلاح سرعت من المواجهه دي اللي كانت متوقعه من ناس كتير، وناس حتى خلي بالك في ناس شافت يعني حاجتين عكس بعض، في ناس شافت ان تكوين وشخصيه كابتن حسام حسن قادر على ان هو ياخد الكل تحت جناحه انجاز التعبير، وناس تانية قالت ان شخصيته هينتج عنها صدمات متوقعه مع نجوم المنتخب ولا سيما محمد صلاح. لا ولا سيما دي مستبعده محمد صلاح، محمد صلاح شكل تاني ليفل تاني خالص. بس احنا في مصر مع الاسف كمدربين، انا شغلتي مدرب بالتاكيد من يوم في يوم من الايام طالما انا في ليفل عالي من الممكن ان اقود المنتخب ممكن، فبالتالي عندما استضاف او يتم استضافتي في برامج تلفزيونيه لما اجي اتكلم عن اللعيبه اتكلم عنها في الناحيه الفنيه. الناحيه الفنيه ايه؟ الناحيه الفنيه اسهاماتك، فنياتك، عرضياتك، كل واجبات مركزك موجوده فيك ولا لا؟ انما ما ينفعش اتكلم في صفات في حاجات انا ما جربتهاش معاك، يعني ما ينفعش اقول ان في الحاله دي ما كانش ينفع ان محمد صلاح يغيب عن المنتخب، ما كانش في الحاله دي ان محمد صلاح، فانت
انت بتسبق بحاجات المفروض انت كمدير فني ما تتكلمش فيها، عن زي ما في ناس اتكلمت عن محمد الشناوي، محمد الشناوي حارس مش عارف ايه وايه. طب ما هو انت ايام جابتك خليك مدير فني المنتخب، هتبقى على قد كلامك ولا هتعمل ايه بالظبط؟ فاحنا ما عندناش حته ان كل واحد عندي مسؤولياته. انا ناقد رياضي فبالتالي لازم احاسب على كلامي، لاني ممكن يوم من الايام ابقى كذا ابقى كذا ابقى كذا، لان في النهايه المدير في المقعد نفسه بيغير الكلام. يعني دلوقتي شكلك انت ايه لما جيت وبقيت مدير فني واتكلمت عن واحد زي محمد صلاح وقلت عليه لو مش عارف ايه يرجع ويجي ومش عارف ايه، وانتقدت بعض الامور اللي اثبتت الايام ان محمد صلاح لغايه دلوقتي مش هربان. هو هربان؟ طيب سؤال. انا معلش انا اسال السؤال ده بقى. وانا انا اللي عمال اتسال بقى نص ساعه. اتفضل. حاضر حاضر. تعالى بقى اقعد مع تعالى اقعد جنبنا يا احنا نصلي على النبي يا جماعه. احنا نصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اسال. اتفضلي حضرتك. اسال عشان ما انساش والله. بقيت انا كمان. حاضر حاضر. تعالى اقول لك او انقل لك اللي بيقال تحديدا عن كيس محمد صلاح. قال لك محمد صلاح مع المنتخب المصري ليه ما بيطورش اللعيبه علشان يجي بعد كده تقول دايما الاعذار اللي هو ما هو يا جماعه السكواد بتاع المنتخب مش زي السكواد بتاع ليفربول. قال لك ايه؟ طب وهو رونالدو كريستيانو رونالدو مع البرتغال كان عنده العذر ده، طب هو ميسي مع الارجنتين كان عنده العذر ده، مع برضو الفارق طبعا، بس برضو المنتخبين دول ما هماش الافضل كعناصر، لكن هما كانوا بيأدوا هنا زي ما بيأدوا أسهل. هنا في نماذج اسهل. دي هالر مع كوت ديفوار مثلا اللي بتقال. آه. لما تيجي تقول صلاح رونالدو وميسي، احنا ما بنشوفش ده مع محمد صلاح بصراحه. لا ما بنشوفوش في في, في الايام الاخيره، لكن كنا شايفينه في النسخ اللي فاتت. فين انهي نسخه؟ فين؟ لا شفنا في نسخه المغرب، في النسخه اللي كانت في الكاميرون كان عامل شكل كويس، كان بيأدي بشكل كويس. وصلنا للنهائي ماشي، بس النهائي. ما كانش بمجهود المنتخ... صلاح المنتخ... مع المنتخب. لا بص يعني. بص بص هو هو القصه دي انا اتكلمت فيها مع اكتر من حد من الناس اللي احترفت بره، وقلت لهم يا جماعه هو هو صلاح بس اللي عامل. انا ما بدافعش عن صلاح على فكره، ما يقربليش على فكره والله، ولا ولا لا احنا بنتكلم بواقع يعني، ولا كان بتكلم بواقع ورقه وقلم. هو اعتقد احسن فتره ليه كانت كوبر، انت شفته بعد كوبر؟ ما هو ده اللي بتكلم فيه. هو طيب. كوبر بس هو قدم بشكل كويس معقول في ايام كيروش لما في في الكاميرون، لكن هو النسخه الاوحش ليه برغم انه ارقامه الرائعه كانت برضو مع فيتوريا، ليه ارقام رائعه جدا وكان سبب في حاجات كتيره جدا وهداف واهداف وصانع اهداف كتيره جدا وارقامه بتقول كده، لكن انا فعلا زي ما حضرتك بتقولي مش شايف النسخه الفارقه زي ما انت فارق مع ليفربول. يعني ليفربول لما تشوف بصلاح بحاجه ومع محمد صلاح او بغير محمد صلاح حاجه تانية خالص. محمد صلاح مع ليفربول فارق، والناس كلها بتتكلم عليه انه اهم لاعب في ليفربول خلال ال 20 سنه الاخيره او 15 سنه الاخيره كوي. لكن مع المنتخب لا مش كده خالص. ليه بقى؟ هو مش انا اللي جاوب عليه، هو اللي جاوب عليه، هو اللي جاوب على القصه دي. احنا شايفين المستوى بتاعه مش تمام، مش حلو. فاحنا دلوقتي انا بكلمك في جزئيه مهمه اللي كنت هقول لك عليها قبل ما تقولي لي انا اللي اسال. حسام حسن تعهد في المؤتمر الصحفي لتقديمه بتقديم نسخه مختلفه من محمد صلاح. كلنا بقى منتظرين هذه النسخة المختلفة من محمد صلاح. حضرتك شخصيا متوقع ان النسخة دي هتتشاف فعلا؟ ما هو انا ده ولا هيبقى الوضع على هو عليه وظل حساسيات متبادلة؟ اصل اليات ده ايه برضه؟ يعني اليات النسخة المختلفة ايه؟ ما هو اكيد ما لم يتم التصريح باي حاجه، ما تمش التصريح باي حاجه، لكن هو اكيد في معامله مختلفه، نفسيه مختلفه، اكيد هاخد البرستيج بتاعه الشكل المختلف. هو محمد صلاح مش واخد البرستيج، واخد كل حاجه، بس لما ياخده من حسام حسن بشكل تاني. حسام حسن اكيد الناس كلها بتتكلم على قصه ان هو بيتعامل مع اللاعبين نفسيا بشكل مختلف وبيخليهم يقدوا بصوره تانية خالص عن اللي بيظهروا بيه. ده مطمئن للبعض ومقلق للبعض الاخر، خلي بالك. يعني بيأثر على الناحيه الفنيه قصدي حضرتك؟ لا انا بتكلم على فكره تركيبه كابتن حسام حسن وفكره ميوله الصداميه في بعض الاحيان وانفعالاته اللي ساعات بتبقى يعني سريعه جدا. استاذ كريم انا كنت معاك، يا تظبط الاداء يا بالعكس زي الفل. انا كنت معاك من فتره وقلت لك حسام حسن دلوقتي احنا هنرتاح من قصه حسام حسن، تعالى تعالى انت جيت اهو تمام، ورينا بقى يا حسام يا حسن وكلنا متوسمين فيك خير انك تسترجع النسخه المحترمه من المدير الفني الوطني اللي بيصنع الفارق مع المنتخب. يا ريت والله نامل. المنتخب المصري مع المدرب الوطني صنع تاريخ، حسن شحاته بغض النظر عن النسخه اللي كان فيها بتاعت مين اللي كان فيها اكتر من مدير فني ثلاثه دول
هننساها. انت نسيتها خلاص. لا اللي هي بتاعه تونس كابتن ايهاب جلال و... لا انا بتكلم على البطولات نفسها. كانوا حكام وطنيين المجمعه نفسها كانوا مدربين وطنيين برضو. انا بتكلم بغض أيوة النظر عن لا 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 ده تنسي ده 20 يوم هو في مدرب فني اشتغل 20 يوم في وضع استثنائي مع كابتن حسام حسن وكابتن جوهري بطبيعه الحال اكيد وده تلميذه صحيح. بس يعني ان شاء الله هو بس في حاجات يعني حسام حسن ممكن الايام اللي جايه دي يبقى في اختلاف جذري في الكره المصريه بمعنى ثبات الدوري تثبيت صحيح. الدوري عدد الانديه في الدوري في قوه حد بيعمل لمصلحه المنتخب بجد ما هو ماشي مصلحه المنتخب كمان ما هو ما تاثريش برضو على المنتج الاساسي للكره المصريه وهو الدوري. طب ما تيجي في كلام كتير ما تيجي نفند الكلام بسرعه عشان برضو تبقى الصوره اوضح. انت قلقان من ايه انا الفتره الجايه ومطمن لايه الفتره الجايه فيما يتعلق بقياده كابتن حسام حسن للمنتخب؟ والله بص انا حسام حسن اعرفه برضو على المستوى الشخصي وتعاملت معاه من لما كان لاعب. لعيب بيغير على الفانيله اللي لابسها عصرته في الترسانه بيغير على فانيله الترسانه بشكل غير طبيعي. الاتحاد السكندري كانه ناشئ في الاتحاد السكندري المصري دي سمات شخصيه. في مره بيتفرج على ماتش من ماتشات المتذاعه قديم بتاع لما كان في الاهلي هو واخوه بيتفرجوا على ماتش مصر وهولندا. تخيلوا الماتش كان بقاله يجي 10 سنين 20 سنه بيتفرج تاني في احد البرامج اللي كانت بتيجي زمان وقاعد متوتر من المباراه بقالها 20 سنه وانت مدرب دلوقتي. فهو بطبيعته بيحب المكسب دايما وده اللي بيخلي ينعكس على شويه العصبيه بتوعه وعنده حميه دايما طبعا. لكن طالما تم اختيار مديرا فنيا لمنتخب مصر كلنا برابطة المعلم نقول احنا وراك وفي ظهرك بعيدا عن السلبيات. مش هنقول لك سلبيات ولا عندك سلبيات ولا عندك لا ده انت عندك ايجابيات مليان ايجابيات. ما هو الواقع بيقول كده. ده مدير فني المنتخب مصر هياخد مساحته بس لازم يدوله مساحته. لا هياخد مساحته ما تقلقيش هياخد مساحته. انا اتمنى هياخد مساحته هياخد مساحته لان هو حسام شخصيته هيفرضها يعني. وفي نفس التوقيت قعدته مع المسؤولين عن الكره الرياضه المصريه ثم عن الكره المصريه بتاكد ان هو هياخد وقته وهيقدر يكون. حضرتك بتقولي دلوقتي انا كنت اعلق عليها بس ان ابراهيم حسن قال كذا 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 مدير المنتخب واخد دور كبير جدا واخد يعني صفه كبيره جدا على مدير المنتخب. احنا بقى لنا فتره ما شايفين مدير المنتخب يعني مجرد بينظم انما مدير فني يصرح ويتكلم بلسان المدير الفني او المدير المنتخب بيتكلم بلسان المدير الفني ده معناه ان الاثنين ما بتقدرش تفرقي واحد من الثاني وكل واحد فيهم ليه دور مكملين لبعض وده ياكد ان المنتخب ماشي على طريق ان هم المسؤولين المباشرين عن المنتخب. بدليل لغايه دلوقتي ما فيش مشرف على المنتخب مفيش دلوقتي مش واضحه الملامح نهائي حتى ما بقاش في كلام على النقطه دي. لا في كلام ومحاولات لكن في النهايه هم رافضين ده. انت شايف اصلا الصفه يعني البوزيشن ده محتاج فعلا يبقى متواجد مشرف على المنتخب؟ ما حسام ابراهيم لا لان هم يبقى في صدام. البعض بيقول لك هو ايه الدور مش ده مبدا يا اما يبقى موجود مع الكل يا اما ميبقاش موجود مع الكل. لا ما هو لا ده بس هم حطوا ركائز من البدايه حط نقاط معينه فماشيين عليها بيتوافق لهم على كل حاجه ما عدا حاجات معينه ما ينفعش. مثلا يعني قال لهم انا عايز الدوري ب 14 نادي او 16 نادي. طبعا ده في مساس بحاجات كتيره جدا ما ينفعش دلوقتي برغم ان احنا غرقانين في مشكله الدوري المصري وانتظامه وفي ازماته. وخلي بالكم يا جماعه الناس اللي بتتكلم عن النادي الاهلي ان هو بيجامل بسخريه زي ما قال الحاج عامر حسين غير صحيح بالمر. هو الاهلي مشكلته ان هو بيلعب سوبر دوري ابطال افريقيا سوبر الافريقي البطوله المستحدثه بيلعب في كاس العالم للانديه. طب يعمل ايه يعني؟ يعمل فريقين فرقه هنا وفرقه هنا؟ طب ايه المشكله فين يعني؟ المشكله فين؟ المشكله في الكره المصريه مش الاهلي. المشكله في ان المسابقات المستحدثه اللي الاهلي بيجي بيلاقي نفسه فيها رغما عنه. ليه؟ لانه هو راجل بطل وهو المسوق الاول لاي بطوله. يعني الاهلي تخيلوا عدم مشاركته في اي بطوله من دول بتوقعها صح. فبالتالي البطل لازم يشارك افضل فريق في القاره لازم يشارك صح. إيه؟ احنا خلاص؟ للاسف للاسف الوقت انتهى. نورتنا وشرفتنا. انا عندي كلام كتير بس يلا ملحوقه ان شاء الله الحديث بقيه باذن الله بعد الهواء بقى. لا والله بتنورنا بجد والله بجد بيبقى قراءه مختلفه وممتعه. انا مش بجاملك والله دي حقيقه. شكرا جزيلا. نورتنا يا استاذ عبد المنعم. هنروح فاصل ايه؟ لا كل سنه وانت طيبه. انت بقى كفايه فواصل فاصل عشان اكمل انا.
هنكمل احنا بعدين، هنشوف حضراتكم بكره ان شاء الله.